بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. الآن نمر إلى الآية 36 من سورة العنكبوت لاريني دي سبايدر. وإلى مدين أخاهم شعيب بعثه وأرسله إليه، ويكون المصير هو لك بألوان أخرى، العذاب يأخذ أشكال أخرى. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله، ولاش حاجة بسيطة تعبد خلق المنعم عليك الساتر لذنبك الغافر له و و و و ويعطيك أكثر مما طلبت، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يستعب اعبدوا ربكم، بصفته رب، مش يربيك، مش يجازيك، مش يعاونك، مش يشفيك، ما تعبدوش يقلل الحياة. ها احنا كثير من قلل الحياة في تونس عبر تاريخها السلبي اللي فيه العنف، في قلة معرفة بالله وقلة ذكر الله وقلة شكر الله على نعمي اللي من لا يمكن عدوى ولا حصرها ولا حتى وصف بسيط. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، يعني تحقوا اللي جاء يوم ميعاد راه مش نتحاسبوا به، ولهذا اللي قاعد اليوم على بعضه يقتل وعلى بعضه يفسد العلاقات بين الجماعات وبين الدول. ما أنا كما صاينا مش يمنعوا من الجزاء، والله لن ما يمنع حد، كنا سنلقى حسابنا ومن طرف عادل سريع الحساب شديد العقاب. أعرف ولاش قادمين يا من تدعون أنكم من المسلمين ولا إسلام لكم، لا الآن ولا فيما سبق من أيامكم الأخرى، عدلوا تفكيركم حتى تصلحوا آخر عمركم. اللهم اهدنا وراجع بنا ولا تعذبنا بما فعل الظالمون منا، أمين يا كريم. كما قال مثلها سيدنا موسى عليه السلام حين وقع ما وقع من طرف أخبث الأنام هم صاهنا، لما غاب سيدنا موسى 40 ليلة سيدنا موسى عليه السلام اتخذوا ربا لهم عجلا، وكان الواسطة هو السامري. وهذا اللي قاعد يقع اليوم بدون يكون سامري، هناك صهيونية منا ممزقة من سواه ومضعبة وناهبة حتى يتيسر لهم أخذ أموال الناس بالباطل واستعمارهم عن طريق الإلهاء. يعني وانت تمشي لتلقى أبواق ناعقة تنادي إلى الفن الساقط وللجنس الهابط، الجنس اللي يجلب منا حين يمارس بغير قانون إلهي يهبط عليكم ضعفا شاملا وأمراض كما ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام لم تكن في أجدادكم. فكفوا يرحمكم الله، وحنا لا نكل ولا نمل في تذكيركم بقانون الله الذي لا أحد يمكن أن يغيره أو يحول شيئا منه أو يلغيه. قانون الله ثابت، ورغم أنفك يمر عليك القانون كما يمر علينا لكن لصالحنا، ولكن أنت لهدم ما تبقى منك بشورتك تكون كاملة في إجرامك حين منع أضمرت محاربة قوانين الله. قلت مثلا احنا التكنولوجيا مش نعطلوا بها ما في الطبيعة قهرتنا
وأمتتنا و و و و وبرا أضرب خلص. لكن خلاص إلا بالتوبة السريعة والتوبة النصوح، والحمد لله اللي هو سريع الحساب وشديد العقاب.